السلام عليكم، معكم حمزة من قناة زون فيفا. حرب وسط الميدان في فيفا 18، افتكاك الكرة والتمركز الجيد للاعب سواء في وسط الميدان أو خصوصا في الدفاع، الأزرار المخفية لقطع الكرة عن المنافس وطريقة الدفاع الجديدة في فيفا 18، هذا كله سيتم شرحه اليوم وفي هذا المقطع. لذلك اشترك الآن في القناة، فعل خاصية الجرس حتى تتوصل بكل شروحات فيفا 18. أيضا وصلونا لأكثر من 1000 لايك في أقل من ساعة لهذا المقطع حتى ننزل لكم العديد والعديد من شروحات فيفا 18. اضغط الآن على زر لايك وحط المقطع في المفضلة حتى تشوفه وتستفيد منه في كل لحظة، وانشر المقطع مع أصدقائك أو في مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي. في البداية نحب نعطيكم توضيح مهم جدا. كما تشوفوا الآن هذه إعدادات التحكم اللي عندي، تخليني مرتاح بين الأزرار، نغير لاعب، نجري، نغلق المجال على اللاعبين. أيضا بالنسبة للدفاع فاستبدلت زر الدائرة بالمربع فقط. هذه طبعا من أفضل إعدادات التحكم وتسهل عليك لعب المباريات كثيرا. نبدأ تدريجيا بتشكيلات الفرق. ما هي التشكيلة اللي تساعدني على الدفاع؟ كيف ما تعرفوا انه تشكيلة الفريق تلعب دور هام، لانه يتوجب عليك عمل توازن بين اللاعبين وما تخليش مساحات وبعد كبير بينهم. يعني ديما اختار تشكيلة اللي فيها 4 مدافعين و3 في وسط الميدان، او عندك تشكيلة مخفية في فيفا 18 مخصصة للاسلوب الدفاعي اللي جربتها في فيفا 16 وفي بداية فيفا 17 وصلت بها الى مراحل كبيرة جدا في الفوت شامبيون، هي 5-4-1. تخيل معايا كليني وبونوتشي وبرزالي وداني ألفيز وألكساندرو في الدفاع، يعني من الصعب جدا 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 اختراق الدفاع بالاعتماد على هذه التشكيلة. نحكيه أيضا على شيء مهم جدا وهو التكتيك. أيضا التكتيك يلعب دور هام في الدفاع، حاول أنك تخلي الضغط بين 50 و70 كحد أقصى. بالنسبة للعنف خليه 50، أما نطاق الفريق فأيضا خليه بين 50 أو 70، ومن الأفضل أنه يكون 60. بالنسبة إلى مصيدة التسلل لا تتركها لأنها تضرك في الدفاع. أول مثال هنا نشوفه كيفاش قطعت الكرة على اللاعب قبل ما يمر. شفت حركة اللاعب، قام برفع رجله لتمرير الكرة، أوتوماتيكيا ضغطت على زر L1 لتغيير اللاعب، ثم مباشرة اتجهت نحو الكرة. قطعت الكرة وقطعت الهجمة، ثم مباشرة تحولت إلى هجمة مرتدة. في المثال الثاني عنا هجمة خطيرة جدا، زاوية التسديد مفتوحة أمام اللاعب، فور لمسه للكرة هدف ما فيهوش حتى نقاش. كيف العادة سبقت الأحداث ونفس الشيء، غيرت إلى أقرب لاعب للمهاجم وشوف العملية. المرة هذه ما اتجهتش للاعب، مشيت في استقامة وحاولت نقرب للاعب. أول حاجة أني بعيد على اللاعب، مستحيل نفتك منه الكرة. ثاني شيء علي غلق زاوية التسديد أمامه، ولهنا ضغطت على زر مربع افتككت الكرة من أخطر منطقة وتحولت إلى هجمة مرتدة. ثالث وأهم شيء أنك ما تحركش المدافعين إلا في الحالات القصوى، واستخدم دائما لاعبي الوسط، وكيف ما قلت لك ديما حاول أقرب للاعب وافتك منه الكرة. لهنا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من شرح الدفاع. إن شاء الله يوجد مقطع آخر للدفاع في فيفا 18. والآن سؤال حلقة اليوم، ما هو الدوري المفضل بالنسبة لك لفيفا 18 في الألتيميت تيم؟ وعيد مرة أخرى السؤال حتى تكتبوا الآن إجاباتكم في التعليقات، ما هو الدوري المفضل بالنسبة لك لفيفا فيفا 18 بالنسبة للألتيميت تيم؟ وأراكم في المقطع القادم إن شاء الله، وسأضع 5 تعليقات أو 5 إجابات في المقطع القادم.